فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من يعتمد على أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسائل الفقهية اعتمادا كاملا ويقول أنا مقلد له، هل يعد هذا من المقلدة التي تكون منكرة؟ لا، إذا كان لا يعرف وقلد عالما من العلماء شيخ الإسلام أو غيره، قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، هذا تقليد فلا بأس بذلك. نعم.